تفضل يا اخوي فهد. الله الله بالخير. يعطيك ارجو باختصار العافية. فهد الله لا يهينك. يعطيكم العافيه جميعا. الله يعافيك. بالنسبه للحكم اللي صدر اليوم من اللجنه الاولمبيه، نعم، عن طريق التحقيق اللي صار، نعم، طبعا التحقيق هذا النتيجه تنافي اللي صار في الامارات وتنافي كلام رئيس الاتحاد الاماراتي طارق مهيري لما قال احنا استثنينا فهد وارسلنا كتاب استثناء الى اللجنه الكويتيه، اللجنه الاولمبيه الكويتيه، وينافي ايضا كلام عادل ووان نائب الرئيس. فيعني ما في حياديه ولا شفافيه في نتيجه التحقيق اللي صارت. فحنا نتمنى رسالتي الى الشيخ فهد ناصر الصباح الاحمد ينظر في هذا الامر وهو يحكم في هذا الامر. هو يعني من اللي حقق معاك فهد؟ حقق وياي محامي اللجنه. قال ابو بدر ملا تقريبا. يعني ما قعدت مع الشيخ فهد الناصر؟ لا قعدت وياه وصورت وياه ابن حلال وشرحت له الموضوع من الى. اوكي. وشنو قال لك بعدين؟ بعدين قعدك مع المحامي يعني ولا شنو؟ اي قعدت نزلت تحت حقق وياي المحامي ويا اثنين ما اعرف. طيب. وما كلمت المحامي بعدها؟ ما كلمت المحامي، المشكلة شنو استاذي؟ الشاهدين اللي كانوا معاي يعني صدمت لقيتهم شاهدين من الطرف الثاني. فماني عارف شنو اللي صاير انا صراحة. شلون؟ الشاهدين اللاعب فهد حمي ياسر الشاهد اللي قال فهد ما حرض الشاهد وياي بالبرنامج. ايه. عم لقيت الشاهد ضدي بالطرف الثاني. الكابتن سليمان اللي نزل تغريدات وتكلم بحق. عم لقيت الشاهد هناك فماني عارف اللي تكلم معاهم نفس الشغل في الطرفين. اللاعب اللي طلع ويانا على الهواء اللي قال اللي كان وياك. ايوه. شاهد ضدك؟ شاهد ضدك يعني؟ لقيته ضدي صراحة. زين ما سألته ليش شيء ولا ايش؟ والله دقيت عليه يمكن اربع مرات على اربع ايام مسجات يعني ما لقيت اي اجابة. يعني على الاغلب اطمن عليه بقول له شنو فيك؟ شنو سامع؟ شنو صاير؟ شنو غير رايك؟ بس سهلة هذه سهلة اخوي فهد يعني المداخلة اللي تداخل ويانا هني واضحة. لا يبا اخذ المداخلة هاي تفيدك المداخلة. تفيدك. هذه المداخلة تفيدك اخوي فهد يعني تاخذ المداخلة هذا اثبات على ان هذا الولد متغير في كلامه. قلب. زين زين استاذي احنا نحل المشكلة، المشكلة وين والحل وين؟ زين انا اعطيك حل الان فهد عشان نختم الموضوع. الان في محكمة رياضية تم يعني تم اشهارها الان في الكويت. بامكانك تاخذ التسجيل الصوتي، تاخذ مداخله الاخوان في الامارات وتروح حق الاخوان في المحكمه الرياضيه وهم راح ينصفون يعني في هذا الموضوع. وانا هذا راح اسوي انا مباشر ان شاء الله مكة المحاميه وموجه الامر الى القضاء والقضاء بينصف ان شاء الله الحد. ان شاء الله قضانا عادل ونزيه. مشكور يا اخوي. ما قصرت اخوي عبد العزيز ما قصرت. يا حبيبي مشكور وطبعا اخونا المياس لا الحق اذا حاب يرد على اخونا فهد حياه الله تلفوننا موجود.